مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج ملفات. ايام قليله تفصلنا عن ماراثون الانتخابات الرئاسيه بالداخل، وذلك وفق الجدول الزمني لاجراءات الانتخابات الرئاسيه، حيث ستنطلق الانتخابات في الداخل لمده 3 أيام اعتبارا من يوم 10 ديسمبر وتستمر حتى 12 من الشهر الجاري. كانت الانتخابات الرئاسيه في الخارج قد انطلقت ولمده 3 أيام، وفيها سطر المصريون ملحمة وطنية جديدة في حب الوطن ورد الجميل من خلال الإقبال الكثيف والمتزايد من الناخبين على السفارات ومقار الاقتراع للمشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم. وتشهد الانتخابات الرئاسية الحالية منافسة بين 4 مرشحين يتمثلون في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ورمزه الانتخابي النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، والمرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة. ومن خلال برنامجنا ندعو جميع الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني يجب تأديته لاستكمال بناء الدولة المصرية، وإن شاء الله نحن على يقين بأن المصريين سيضعون ملحمة جديدة تثبت للعالم أجمع إرادة وتوحد المصريين خلف وطنهم. حول ملف الانتخابات الرئاسية وأهمية المشاركة فيها باعتبارها واجب وطني يدور حوارنا اليوم مع رائد من رواد النظم الانتخابية في مصر والعالم أجمع، وهو سيادة اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات ونائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقا. أهلا بحضرتك يا فندم معانا في ملفات، وإن شاء الله نقدر نقدم للمشاهد كل المعلومات اللي هو فعلا عايز يعرفها. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، وربنا يوفقنا إن شاء الله. اسمح لنا نطلع لتقرير ونرجع نستكمل الحوار. تفضلي. نتابع. المشاركة الانتخابية لها أهمية كبرى في تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان، كما تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار. ومع إدراك الناخب بأهمية صوته في تغيير مصيره ووضع الوطن في الاتجاه الصحيح، ترتفع معه نسبة المشاركة الانتخابية ويتزايد معه الوعي السياسي والاجتماعي داخل المجتمع. لذا فإن أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية. كلما أكد هذا التأثير على أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم من أجل رفعة الوطن وسلامته، ومن أجل ضمان أفضل علاقة إيجابية بناءة ومؤثرة في العملية الانتخابية، ومن أجل التوجيه نحو خدمة الوطن ومصالحه، لابد أن تشارك جموع الشعب في عملية التصويت من جهة، وأن تتم عملية الاختيار والانتخاب وفق معايير دقيقة وقراءة متمعنة بعيدا عن الشائعات والدعاية المغرضة التي تسعى لهدم الأوطان وعدم استقرارها. ومما لا شك فيه أن إدراك الناخب لطبيعة المخاطر والتحديات التي تواجه الوطن ينعكس ذلك على تأكيد أهمية مشاركته في العملية الانتخابية وحسن اختياره لمن يقود مسيرة الوطن ويرفع رايته شامخة خفاقة بين الأمم. انزل وشارك مع نواجه أي تحدي. الانتخابات الرئاسية 2024. ونبدأ الحوار مع ضيفنا الكريم سيادة اللواء رفعت قمصان. سيادة اللواء، حضرتك بترصد هذا العرس الانتخابي في هذه الأيام إزاي؟ الدستور المصري نص على مجموعة من الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات اللي بتطلع بالقيام بها الهيئة الوطنية للانتخابات، انتخابات رئاسة الجمهورية، انتخابات مجلس النواب، انتخابات مجلس الشيوخ، انتخابات المجالس المحلية إن شاء الله، والاستفتاءات إذا لازم الأمر. يعني الهيئة الوطنية للانتخابات أطلقت إشارة البدء في الاستحقاق الانتخابي الحالي اللي هو الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية يوم 25/9/2023، بدعوة الناخبين للانتخاب وإعلان الجدول الإجرائي لكافة خطوات هذا الاستحقاق الانتخابي.
وفي هذا السياق يعني تسمحي لي أوجه التحية والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات، شرفت بالعمل بين صفوفها لمدة 4 سنوات، مجلس إدارة يضم قمم وقامات شامخة من القضاء المصري، جهاز تنفيذي رئاسته تضم رئيس وثلاث نواب على مستوى عالي من الكفاءة، يعاونوا مجموعة من الأعضاء المتميزين من المستشارين والمستشارات اللي لهم خبرة سابقة في العملية الانتخابية، كلهم في الحقيقة عملوا منذ فترة طويلة في الاستعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي من خلال تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين وتطوير جوانبها بما يخدم مصلحة الناخب، وإعداد الجدول الإجرائي المنضبط المتقن اللي تم إعلانه والتنفيذ كل بنوده. يعني لو مجرد بند صغير على سبيل المثال، فترة تقديم أوراق الترشح هي يمكن 3-4 كلمات، إنما ترجمتها إن في سقف زمني، في لجان شكلت لتلقي أوراق الترشح، في لجان طبية بتتولى توقيع الكشف الطبي، في لجان بتفحص الأوراق وتتلقى التظلمات، ولو في تظلم ولم يأخذ يعني منحة. يعني احنا ملاحظين ان في متابعة جيدة جدا من الهيئة الوطنية للانتخابات، وشايفين المجهود واولا باول بتوافينا، ويمكن احنا شفنا الصورة خلال انتخابات الخارج لحظة بلحظة. سيادة المستشار احمد البنداري رئيس المجلس التنفيذي كان بيتابع مع السفراء، يعني فعلا كان شيء مشرف جدا جدا. يعني احنا بنضم صوتنا بصوت حضرتك وبنحيي الهيئة الوطنية للانتخابات. طيب من خلال وجهة نظر حضرتك، وده مهم جدا في المرحلة اللي احنا موجودين فيها، المشاركة المشاركة المشاركة. جميل. الدستور المصري نص في المادة 87 على ان مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني. نعم. دي اول فقرة. الجزء اللي بعد كده، ولكل مواطن الحق في الانتخاب وابداء الرأي والترشح وخلافه يعني. فهنا اصبح او اصبحت المشاركة واجب وطني وحق دستوري. نعم. الواجب الوطني في الحياة العامة كل منا له حياته الخاصة، في أسرته، في مكان عمله، في علاقته بأصدقائه، بعائلته، خلافه، هو حر يديرها في الإطار القانوني والاجتماعي والإنساني المناسب يعني. نعم. ولكن الحياة العامة هنا الدستور أعطى لها أهمية خاصة، إن المواطن لازم يشارك فيها، وده واجب وطني عليه انه يشارك في الحياه العامه. نعم. من ابسط صور الحياه العامه ابداء الراي والمشاركه في تحديد مصير الوطن والمساهمه في تحمل اعبائه واختيار القياده القادره على قياده مسيرته خلال الفتره. نعم. القادمه، والحفاظ على مقدرات الوطن وامن القومي. فمن هنا جت اهميه المشاركه. ايضا المشاركه حق دستوري، فلا بد ان يتمتع المواطن بهذا الحق، ولا بد ان يطلع بممارسه الواجب المنوط به دستوريا. نعم. خاصة ان الهيئة الوطنية للانتخابات اعدت من التسهيلات والتيسيرات ما يجعل ان ليس هناك اي مانع او معوق يعطل المواطن عن ان يفرد مساحة زمنية قصيرة قد تصل الى دقائق معدودة لو اللجنة قريبة، او نص ساعة او ساعة بالكثير، عشان يطلع بهذا الواجب ويتمتع بحقه الدستوري في الادلاء بصوته. طيب احنا هنا عايزين نعرف بالنسبة للجان الوافدين، وهل كل مواطن لازم يدلي بصوته في لجنته ولا ممكن في لجنة أخرى؟ هو من ضمن التيسيرات اللي وردت في القانون وبتطبقها الهيئة الوطنية للانتخابات السماح للناخبين المتواجدين في محافظة أخرى خلاف المحافظة التي يقع في نطاقها محل إقامته الثابت في بطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته. نعم. طبعا إمعانا في قيامه بالواجب الدستوري وتمتعه بالحق الدستوري. نعم. المنصوص عليه في المادة 87. نعم. فالهيئة الوطنية للانتخابات بتضع الآلية اللازمة، والقانون أعطاه هذا الحق. يعني القانون أتاح للناخبين المتواجدين في محافظة أخرى إن هم يصوتوا. الهيئة الوطنية بتحط الآلية اللازمة وتحديد اللجان اللي هيتوجه ليها هؤلاء الغرباء عن المحافظة. نعم. ويدلوا بأصواتهم عشان ما تفوتوش هذه الفرصة، وعشان دي اللي هتكون لجان الوافدين بالضبط. نعم.
نعم. طب احنا هنا عايزين بقى نعرف سيادة اللواء رفعت قمصان، ايه من لهم حق الانتخاب ومين اللي محرومين من ان هم ما ينتخبوش؟ كل من يجد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين واللي تجاوزت 60 مليون حاليا ده له حق الانتخاب، لان الهيئة الوطنية للانتخابات بداخلها لجان مختصة بتطلع بتنقية هذه القاعدة تلقائيا اوتوماتيكيا. يعني هي هذه القاعدة بتتميز عن غيرها من دول العالم انها قاعدة تلقائية. الفقرة الثانية في المادة 87 بتقول ويقيد بقاعدة بيانات الناخبين تلقائيا كل مواطن بلغ 18 عاما وتوفرت فيه شروط الناخب وفقا للقانون. نعم. شروط الناخب ان هو يكون عنده 18 عاما، استخرج بطاقة رقم قومي، لا تتوفر في حقه او لا يتوفر في حقه اي مانع من موانع مباشره الحقوق السياسيه، اللي هو محرومين من مباشره بالظبط. ده نص عليها القانون المحكوم عليه في جنايه او جنحه مخله بالشرف، افراد القوات المسلحه والشرطه، كل دي امور نص عليها القانون. الهيئه الوطنيه بالنسبه لافراد القوات المسلحه والشرطه خلال فتره الخدمه مؤقت، خلال فتره تجنيده او انضمامه لهذه الهيئه، لكن بعد ما بيكون طلع لسن المعاش بالزبط. من حقه ان هو يدلي بالسلطه. انا فور انتهاء خدمتي في وزارة الداخلية يعني يوم 31/12/2012 فورا يعني بعديها فترة صغيرة دخلت على الموقع الهيئة لقيت اسمي أدرك في قاعدة بيانات الناخبين. قبل ذلك لا. فالقاعدة دي بتتعامل مع القاعدة الأم اللي هي في قطاع مصلحة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية، فيها ملايين البيانات عن كل المتواجد على أرض مصر من 1919 ميلادا او وفاه او زواجا او طلاقا. نعم. له بيان داخل هذه القاعده. وضعت انظمه الكترونيه وبرامج من خلال جهاز الحاسب الالي تستطيع ان تستخرج من هذه القاعده من تنطبق عليه شروط الناخب. واوديعت لدى الهيئه الوطنيه للانتخابات. نعم. تحت سيطرتها كامله واشراف كامل، يعني في بدايه عملها او في بدايه انشائها كانت بتشارك فيها وزارة الداخلية مع وزارة التنمية الإدارية في هذا التوقيت ومع اللجنة العليا للانتخابات. بعد كده وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات والدستور أصبحت قاعدة بيانات الناخبات الناخبين تحت السيطرة الكاملة للهيئة الوطنية للانتخابات. نعم نعم. بعض الدول سيادة اللواء رفعت قمصان بيكون القيد في دفاتر في سجلات الانتخابات بالاختيار بالزبط. فهل ده بيكون يعني بيقلل من نسب المشاركه واحنا عندنا لانه تلقائي فالمفروض ان هو يزود من نسب المشاركه؟ ده سؤال مهم بشكر حضرتك عليه، لان عندنا نسب المشاركه دايما البعض يعني بيوصفها ان هي ضعيفه او قليله او لا تتناسب مع الوعي والمشاهد الانتخابيه واهميتها يعني. نعم. ولكن ده ليه تفسير. العديد من دول العالم بتاخد في نظام القيد في قاعدة بيانات الناخبين بالرغبة المسبقة، يعني لابد المواطن يتقدم بطلب سواء طلب كتابي أو من خلال أجهزة الحاسب الآلي من خلال النت، ليه كذا وسيلة في كل دول العالم إن هو يبدي رغبته في المشاركة في الانتخابات القادمة أو الانتخابات بشكل عام يعني. فهنا بيبقى العدد مش هو كل من تطبق عليه صفة الناخب. نعم. يعني هي في المعدل العالمي تتراوح ما بين 60 و65% من عدد السكان. فلو افترضنا في مصر هنا ان عدد السكان 100 مليون فالمفروض القاعدة بيبقى فيها الرينج ما بين 60 و65، وهو الحادث عندنا حاليا لان احنا بنقيد او الهيئة الوطنية والاجهزة التي سبقت العمل في هذا المجال تلقائيا. نعم. او اجباريا يعني. نعم. كلمه اجبار يعني انا ما بحبهاش في الحقيقه، لان لا اجبار على حق ولا اجبار على واجب. صحيح. على المواطن. صحيح. يعني ولكن امعانا في ارساء قواعد الديمقراطيه واشراك المواطنين في كل هموم الوطن، دي كانت الرغبه بعد ثورتين كبيرتين في 2011 و2013 يعني. ف القاعده هنا بتتضمن القيد الاجباري. بعض الدول، انا حضرت انتخابات في تونس على سبيل المثال، كان تعداد تونس في هذا التوقيت 10 مليون وشويه، نقول 11 مليون وفق المعدل العالمي المفروض يكون في القاعده لو اجباري
حوالي 6 مليون 6 مليون ونص. نعم. اللي أبدى رغبة 4 مليون. اللي شاركوا في الانتخابات 3.5. فإحنا لو في قيد إجباري 3.5 بالنسبة ل 6.5 مليون هتلاقي النسبة في حدود 50%. نعم. إنما لو 3.5 بالنسبة ل 4 مليون دي تصل إلى 80%. فهنا نظام القيد التلقائي بيجعل نسبة المشاركة بيبقى فيه عدد كبير بيشارك. نعم. إنما نسبة المشاركة تبدو إنها قليلة إلى حد ما. نعم. طبعا مع كل هذه التسهيلات يعني إحنا فعلا اللي بندعو إليه وكل مواطن وكل محب لبلده إن هو لازم يشارك. أكيد. طيب إحنا من ضمن الأشياء اللي إحنا عايزين نعرفها والتسهيلات، التسهيلات اللي وضعت للأشخاص ذوي الإعاقة اللي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات. الهيئة الوطنية في الحقيقة من فترة وهي حريصة على إعطاء أهمية خاصة لذوي القدرات الخاصة في هذا المجال. نعم. وفي تنسيق كامل، يعني أنا لما شرفت بالعمل في صفوف الهيئة كان بيبقى في تنسيق، وأعتقد أنه تم برضو اليومين دول على أعلى مستوى مع المجلس القومي للإعاقة. نعم. ومع كل الأجهزة المعنية في الدولة ومع المحافظات ومع التربية والتعليم والداخلية في توفير كل وسائل الراحة. نعم. بدءا من تجهيز مقر الاقتراع برمبات منزلقة لتسهيل تحركهم، تدبير كراسي متحركة بمعرفة العديد من منظمات المجتمع المدني ووزارة الداخلية بتقوم بدور في هذا المجال عشان تعاون الأخوة ذوي الاحتياجات الخاصة على هذا الأمر. الهيئة الوطنية بتحرص على أن يكون اللجان الاقتراع الخاصة بيهم في الدور الأرضي عشان ما يرهقوش في الصعود لأدوار أعلى. وبالنسبة للمكفوفين والسماح للجميع ان هو يكون معاه مرافق. نعم. يعني مسموح له ان يكون معاه مرافق. نعم. ويعاونه على الادلاء بصوته. نعم. ومن الممكن ايضا ان يستعين برئيس اللجنه. نعم. يعني المكفوف يستعين برئيس اللجنه ويقدر يعاونه في الادلاء بصوته يعني. نعم، كلها تسهيلات فعلا. نعم. نحيي كل القائمين على العمليه الانتخابيه ان هم وضعوها عشان يسهلوا على الكل ان هو فعلا يروح لجنته الانتخابيه ويدلي بصوته. تمام. بعد الفاصل هنعرف من سيادة اللواء رفعت قمصان إزاي صوتي يوصل ويكون صح. نتابع. ونواصل اللقاء مع سيادة اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء سابقا، وسؤالنا دلوقتي إزاي صوتي يوصل وما تبقاش البطاقة بطلة. برضو بكرر الشكر لحضرتك على السؤال ده، لأن في الحقيقة في بعض الاستحقاقات السابقة كانت نسبة الأصوات الباطلة إلى حد ما ملفتة للنظر، يعني ما كانش يجب أنها تصل إلى مثل هذه الأعداد يعني. لا. وده نتيجة يعني بعض جوانبها مش مزعج قوي، ولكن في بعض المواطنين لديهم الرغبة والحماس الوطني ان هو بيعبر عن مشاعر الوطنية بشكل هو يرى انه شكل جيد. نعم. او محتاج يطلع اللي جواه زي ما احنا شفنا في انتخابات المصريين في الخارج والمظاهر الوطنية والاعلام والهتافات والاغاني، وبعضهم شغل الموبايلات بتاعته على اغاني وطنية
في البعض هنا بيلجأ لمثل هذه المظاهر على ورقة الاقتراع يعني. نعم. دي احيانا بتبطل الصوت يعني. فمهم جدا ان اخواننا الناخبين جميعا والناخبات يكون عندهم دراية بحالات بطلان الصوت. اولا ما يستخدمش اي قلم اخر، قلم رصاص مثلا، وغالبا اللجنة بيبقى فيها جوه في قلم جاف من النوع اللي هو المؤمن الكويس اللي نعم. ما هي يعني زي ما اتقلب كده بيتطاير بيجف بعد فتره الكلام يعني الافضل ان هو ياخد القلم اللي موجود داخل اللجنه. بالظبط بالظبط. نعم. ما يبديش رايه الا على استماره اللي سلمها له السيد رئيس اللجنه. نعم. اللي هي بطاقه ابداء الراي اللي هيبقى فيها صور المرشحين الاربعه ومرتبين بالتسلسل حسب تقديم اوراق ترشحهم. نعم. وقدامه الرمز الانتخابي اللي سيادتك اشرت ليه وخانه لابداء الراي. نعم. في هذه الخانه يؤشر بعلامه واحده فقط، يعني اي علامه، علامه صح دي هي العرف جرى ان هي دي الموافقه. نعم. انما لو عمل شرطه، لو عمل علامه اكس، لو عمل دائره كده معينه او اي اشاره داخل الخانه ابداء الراي امام مرشح واحد فهو كده صوته صحيح، لانه نعم. كده عبر عن رغبته، ولابد انه يختار مرشح واحد فقط. نعم. يعني هو القانون بيقول العدد المطلوب انتخابه لا اكتر ولا اقل. نعم. طبعا دي في البرلمان اكتر، انما في الرئاسه معروف هو واحد فقط. نعم. فيختار واحد من الاربعه، ومفيش داعي انه يكتب عبارات ذات حماس وطني وعايز يبدي فيها مشاعره. نؤيدك يا فلان يعني هو صح فقط وابنك المخلص فلان. أيه. او ابن مصر فلان الفلاني. لا. اكيد حضرتك من خلال عملك في الهيئه الوطنيه للانتخابات تابعت كثير من هذه الاشكال. يعني هو اللجان الفرعيه واللجان العامه اللي بتراجع اوراقهم احيانا بتلحظ هذه الامور. نعم. في بطاقات ابداء الراي. نعم. وانا بقول حاجات كلها قد تكون نوايا حميده وجيده وحس وطني مرهف ومتدفق، ولكن بيبقى لها تاثير سلبي في ابطال الصوت. نعم. فاحنا عايزين يبقى نسبه الاصوات الباطله قليله الى اكبر حد ممكن. يعني سياده اللواء، احنا عندنا مجموعه من ضمانات نزاهه الانتخابات. أكيد. ومن ضمنها الحبر الفسفوري، صناديق الزجاجيه، يعني عايزين نعرف من حضرتك الضمانات. الدستور خصص ثلاث مواد لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات. نعم. تشكيلا واختصاصا وكيفية إدارة عملها. نعم. ودي تمت لو حضرتك تأذنيني برضو وفق معايير دولية على درجة عالية من المقاييس الديمقراطية. نعم. احنا بعد 2013 والقيادة السياسية كان عندها حرص شديد ان مصر يكون لديها إدارة انتخابية على مستوى يليق بمكانة مصر التاريخية. صحيح. والعالمية. في ميثاق دولي من خلال الأمم المتحدة الإلكشنز الانتخابات وبعض المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال بتضع معايير دولية للإدارة الانتخابية حتى تدخل في مصاف التنافسية الديمقراطية. نعم. اولها الاستقلالية، وهيئتنا الوطنية لا تتبع لا ميزانية مستقلة وشخصية اعتبارية ولا تتبع أي جهة في الدولة. نعم. الاستدامة، مجلس إدارتها في آلية معينة لتجديده، جهاز تنفيذي دائم برضو في آلية معينة في القانون لتجديده. العمومية، كان زمان انتخابات رئاسية بتديرها لجنة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا. نعم. الانتخابات البرلمانية لجنة عليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة السنة في القاهرة. انتخابات المحليات كانت لجنة إدارية برئاسة وزير التنمية المحلية. لا، دلوقتي كل هذه الاستحقاقات بتاخدها الهيئة الوطنية للانتخابات. نعم. الحيدة والنزاهة والشفافية، ودي المادة 3 في القانون 198 لسنة 2017 الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، تضمنت 26 إجراء أو 26 اختصاص للهيئة الوطنية. نعم. جميعها تصب في خانة تحقيق أقصى درجات الحيدة والنزاهة والشفافية. نعم.
بدءا من انشاء وتحديث وتطوير قاعده بيانات الناخبين وحتى اعلان النتائج الانتخابيه النهائيه. ف 26 اختصاص للهيئه بتجعلها تحكم قبضتها على كل جوانب العمليه الانتخابيه. وجود وزارات اخرى زي الدفاع، الداخليه، الصحه، التربيه والتعليم، كل هذه الوزارات، اجهزه الاعلام، المجالس المتخصصه زي المجلس القومي للمراه، المجلس القومي للاعاقه والانسان، كل هذه اجهزه معاونه فقط ومنفذه لما تطلبه الهيئه الوطنيه للانتخابات. كل هذه النصوص الدستوريه والقانونيه واللي انتم حضرتك شايفينه دلوقتي ان هي بتدير كافه جوانب العمليه خارج البلاد وداخلها، تتواصل مع كل الاطراف بحياديه وعلى مسافه واحده من الجميع وبنزاهه مطلقه. فدي متحققه دستوريا وقانونيا وواقعيا وعمليا من خلال حرص مجلس اداره الهيئه وجهازها التنفيذي على ذلك. نعم، يعني من ضمن الاشياء اللي احنا برضو بنتكلم فيها دائما الفرز. الفرز ده ضمانه كبيره جدا، ان هو الفرز هيتم اولا في اللجان الفرعيه، اولا بيتم بمعرفه قاضي، نعم، اللي هو يعني او عضو جهه او هيئه قضائيه. نعم، الجهات الهيئات القضائيه الخمسه في مصر كلها بتشارك في الهيئه الوطنيه تشارك في اداره العمليه الانتخابيه. نعم، ومن خلال الهيئه الوطنيه للانتخابات وبتخضع لاشرافها خلال هذه الفتره. هو رئيس اللجنه اللي هو ذو الصفه القضائيه هو اللي بيتولى عمليه الفرز. نعم، بمعاونه الاداريين اعضاء اللجنه وفي حضور مندوبي ووكلاء المرشحين. وهنا قاضي على كل صندوق. بالظبط. نعم، ودي ضمانه حضور المندوبين والوكلاء الخاصه بالمرشحين. يعني بيعلن في عقب انتهاء اليوم الاخير للتصويت عن الحصر العددي للاصوات. نعم، ما بيعلنش النتيجه، لان النتيجه النهائيه بتعلنها الهيئه. نعم، بعد ما تتجمع كل نتائج اللجان الفرعيه وتروح للجنه العامه، ثم على مستوى المحافظه كل اللجان العامه تتجمع نتائجها. نعم، وتتبعت للهيئه الوطنيه للانتخابات وتتراجع كمحاضر كاحصائيات كارقام ويتم التيقن من صحتها وتضاف ليها اصوات الخارج، كده الهيئه الوطنيه تقدر تعلن النتيجه النهائيه. من حق كل مندوب او وكيل حاضر انه يطلب من رئيس اللجنه صوره من الكشف او حصر الاصوات اللي تمت. نعم، مسموح للمندوبين والوكلاء يحضروا، مسموح لوسائل الاعلام انها تحضر المحليه والدوليه. نعم، وفق تصاريح معينه واليه معينه وضعتها الهيئه الوطنيه للانتخابات. كل هذه الامور ضمانات قويه جدا، اعتقد في ظلها يعني صعب الكلام عن نزاهه الانتخابات بعد كده. وبرضو احنا ما زلنا بندعو الى المشاركه، 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 ده من الاشياء الهامه جدا اللي هي واجب وطني لازم كل مصري، حق دستوري، فعلا واجب وطني وحق دستوري. طب سياده اللواء، كيف تابعت انتخابات المصريين بالخارج اللي جرت في 137 لجنه في الدول بالخارج؟ في الحقيقه كان يعني احتفاليه جميله جدا، مظاهر مبهجه، أفراح وطنية. فعلا المصريين في الخارج قطاع عريض من الشعب المصري، ودايما كانوا بيقولوا لما بتخرج بره مصر بيبقى مشاعرك الوطنية والإحساس أقوى، وإحساس الغربة اللي بره واشتياقك للوطن بيبقى في أبهى صور. يعني المصريين في الخارج أثبتوا بما لا يدع مجال للشك إن هم جادرين بالمشاركة في كل جوانب الحياة في مصر، وبرغم الظروف اللي بيعيشوها بره. نعم، يعني كانت 3 أيام اللي تمت فيهم التصويت في الخارج كانت في اوروبا وامريكا درجه الحراره منخفضه جدا والاجواء برد وصعبه جدا. نعم، وشفنا بعضهم واقف تحت قطرات الثلوج والامطار الكثيفه، انما يعني اللي ظروفه سمحت رغم الظروف حاجه مشرفه كان يوم اليوم عمل رسمي عندهم وفي مسافات متباعده. نعم، لان في دول يا دوبك فيها مقر واحد فقط للسفارة أو مقرين 3 للقنصليات، فمسافات بعيدة، سفر مكلف شاق. إنه برغم كده شفنا مظاهرات. نعم، وحشد جيد جدا، و
واعتقد يعني كان محل رضا الجميع في الداخل، وان شاء الله يكون له تاثير ايجابي في مشاركه الجميع ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله. طيب نخرج لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا مع سياده اللواء رفعت قمصان. مطلوب من الشعب المصري ان هو في هذا الاستحقاق القادم ان هو ينزل يشارك بايجابيه ويختار المرشح الرئاسي القادم ويقول رايه فيه، لان هو اصلا ده يمثلنا وهيستكمل المسيره الاقتصاديه القادمه اللي هي موجوده حاليا. مطلوب من المرشح الرئاسي القادم ان احنا صح هو في رقابه على الاسعار، ولكن احنا عاوزين رقابه اكتر، لان الحاجه متوفره لكن في بعض السيئة النيه بياخدوها يبقوها في السوق السوداء، فاحنا عاوزين رقابه اكتر. حقنا الدستوري اللي احنا ننزل نشارك، طبعا اي مرشح ينزل ينجح وبتاع تحت امره وبتاع، مصر طبعا كبيره مش صغيره يعني، فلازم ننزل كلنا ونشارك لان ده حق علينا وحق على وطننا. واخد بال حضرتك؟ بس في شويه ملاحظ كده واقولها، بس شويه رقابه، بس الرقابه على جميع اي حاجه تنزل. مطلوبه من المرشح الرئاسي القادم الاسعار طبعا، لان انت شايف الغلو في الاسعار ايه، وامن وامان مصر طبعا اهم حاجه طبعا، وتوفير حياه كريمه للمواطنين. ان كل مواطن مصري لازم ينزل يدلي بصوته الانتخابات الرئاسيه الجايه القادمه ان شاء الله، فلازم يعني خد حريتك، انزل ادي صوتك لاي مرشح رئاسي انت عاوزه، انزل خد اهلك وخد عيلتك، خد كل حبايبك معك. انا عن نفسي هاخد ولادي الخمسه وانا الساتت. شيء طبيعي احنا في وقت حرج محتاجين كلنا ننزل عشان نشارك في موضوع الانتخابات، وكل واحد يدلي بصوته ايا كان المرشح، المهم مصلحه البلد قبل كل شيء عشان نقدر نعدي الفتره اللي احنا فيها ان شاء الله. نتمنى من كل الناس تنزل تشارك، فاحنا لازم نعتمد على نفسنا. وانا بوجه رساله للشعب المصري ان احنا لازم نكون كلنا ايد واحده في المرحله دي بالذات، لان المرحله دي مرحله انتقاليه، مرحله لا اما نكون او لا نكون، لا اما كلنا نبقى ايد واحده وكلنا نتكاتف مع بعض. بقول للمواطن المصري، كل مصري ينزل يدي صوته يدي حقه لاي مرشح، يعني اي مرشح، ولو مش عايز حتى ينتخب حد بس ينزل يدي صوته، ما يضيعش صوته، صوتك امان، امان لمصر، وده حق الدستور وحقك كمواطن مصري. لازم طبعا ننزل نشارك في الانتخابات، وطبعا احنا دوله ديمقراطيه، الكل لازم ينزل يشارك لانه هيبقى يوم عرس الحقيقه يعني، فلازم الجميع الشعب المصري الواعي ينزل يشارك في الانتخابات القادمه. ونواصل اللقاء مع ضيفنا سيادة اللواء رفعت قمصان. سيادة اللواء، من ضمن أهداف التنمية وإحنا بنسعى إلى التنمية وأهدافنا في التنمية 2030 الشراكات من أجل تحقيق الأهداف، مين الشركاء مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتحقيق الهدف من انتخابات حيادية نزيهة ترضي كل مصري؟ تمام، إحنا قلنا أن الدستور والقانون جعل الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المهيمنة على كل جوانب العملية الانتخابية، ولكن في نفس التوقيت أناط بها الاستعانة بكل أجهزة الدولة ذات الصلة بالموضوع، وألزم كل أجهزة الدولة المعنية في هذا المجال إنها تلبي طلبات الهيئة الوطنية للانتخابات. أنا من خلال يعني مشاركتي السابقة في عمل الهيئة تعاوننا مع العديد من الوزارات والجهات في الوطن، يعني ابرزهم طبعا يعني وزاره الدفاع. نعم. بيبقى ليها دور في عمليه تامين المراكز الانتخابيه. نعم. والمقار الانتخابيه ليها دور في نقل الساده اعضاء الجهات والهيئات القضائيه الى المناطق النائيه. نعم. يعني زي الوادي الجديد، اسوان، كان شمال سيناء فتره، الكلام ده المسافات البعيدة المترامية اللي بيصعب الوصول ليها بالسيارات أو عشان بتاخد مسافات طويلة، وإمعانا في تأمين أوراق العملية الانتخابية والكلام ده كله، فالقوات المسلحة بتشارك في نقل السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية وأوراق العملية الانتخابية بشكل مؤمن. نعم. إلى هذه الأماكن،
وتأمين المساهمة مع وزارة الداخلية في تأمين المراكز الاقتراع. وزارة الداخلية بيبقى ليها دور من زمان في العملية الانتخابية، بتشارك في عملية التأمين طبعا بشكل قوي. نعم. من قبل كده في تأمين المؤتمرات الانتخابية والدعائية الخاصة بالمرشحين بيبقى فيها حشود كبيرة، شفنا بعض المؤتمرات. نعم. كان فيها بال 20,000 وال 30,000 وال 10,000 وأكثر وبتاع. نعم. فدي تجمعات جماهيرية كبيرة مرتبطة بحركة المرور بتأمين المنطقة، دي وزارة الداخلية بتعاون فيها، بتتولى إعداد مراكز الاقتراع للعملية الانتخابية، تركيب التجهيزات اللوجستية بالظبط. نعم. اللافتات الإرشادية طبعا بالتعاون مع لجنة متابعة سير الانتخابات في المحافظة. نعم. اللي هي برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، والصناديق الشفافة توزيعها. نعم. على مقر اللجان، الصناديق الأصلية والاحتياطية لو لزم الأمر. نعم. كافة المطبوعات اللي هي الغير سرية أو اللي فيها ضوابط. نعم. تأمينية شديدة زي بطاقات إبداء الرأي والحاجات دي بيستلمها عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة عشان هو بيتحرك بيها يعني. نعم. إنما ما دون ذلك يعني زي الأحبار الفسفورية، زي الملصقات، اللوح الإرشادية، كبائن الاقتراع، الصناديق الشفافة، السيور الإلكترونية الخاصة بعملية. نعم. تأمين الصناديق، كل هذه الأمور، تنظيم حركة المرور وحركة توافد الناخبين أمام. نعم. مقر. نعم. المركز الانتخابي، كل دي بتتولاها وزارة الداخلية. نعم. وأيضا تأمين نقل أو انتقال أو نقل وانتقال. نعم. عضو الهيئة القضائية من المكان المتواجد فيه لمقر المركز الانتخابي والعكس، ثم إلى مقر اللجنة العامة. نعم. ومن اللجنة العامة إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر هنا في القاهرة. نعم. كل دي بتتولاها وزارة الداخلية. نعم. فبالإضافة إلى تأمين وتحقيق حالة الأمن العام في كل ربوع الوطن خلال فترة الانتخابات، وخاصة الانتخابات. نعم. الرئاسية بتتم كلها في فترة واحدة. نعم. مش على مراحل يعني، ممكن تقسيم المحافظات زي مجلس النواب أو الشيوخ. نعم. إنما بتتم كلها في فترة زمنية واحدة اللي هي الثلاث أيام دي يعني. نعم. لو في وزارات أخرى لو. نعم. حبيت يعني احنا عايزين بقى نتحدث عن دور الإعلام في تحفيز المواطن على المشاركة. تمام. الإعلام في الحقيقة ليه دور مهم للغاية في كل جوانب العملية الانتخابية. نعم. أولا في توعية المواطنين وتحفيزهم على المشاركة. صحيح. ودي احنا كلنا شايفينها من خلال كل البرامج اللي أذيعت الفترة الماضية. نعم. وطبعا هي المنبر اللي الهيئة الوطنية للانتخابات بتتواصل من خلاله مع كل ربوع الوطن يعني. وشايفين ان الهيئة الوطنية اعدت مجموعة من الافلام التسجيلية والمواد الاعلامية الجيدة جدا. نعم. اللي بتخاطب كل فئات المجتمع وبتبرز كل التسهيلات المقدمة ليهم. نعم. فدي مش هتوصل للمواطنين الا من خلال الاعلام. نعم. المؤتمرات الصحفية اللي بتعقد بين الحين والاخر سواء لمجلس الإدارة، والكلمة اللي وجهها السيد رئيس مجلس الإدارة للمصريين في الخارج، والمؤتمر العام الأول اللي أعلنت فيه الإجراءات، والمؤتمرات اليومية المتكررة. نعم. يعني أكثر من مؤتمر على مدار اليوم الواحد لمعالي المستشار رئيس الجهاز التنفيذي ونوابه، كل دي لا يمكن أن تحقق غرضها والهدف منها إلا من خلال وسائل الإعلام. نعم. أيضا وسائل الإعلام بدأت الأيام الأخيرة تستضيف المرشحين الأربعة. نعم. يعني أنا مبارح وأول يعني شفت أكثر من لقاء على معظم القنوات تقريبا على مسافة واحدة من الجميع. نعم. بتتيح الوقت الإعلامي المتكافئ والمناسب للمرشحين لكل المرشحين. وهيظل دور الإعلام مستمرا طوال الفترة القادمة. احنا بنناشدكم بضرورة قيام بزخم إعلامي كبير حتى إعلان النتائج النهائية. نعم. إن شاء الله. لو تحدثنا عن دور المرأة والمجتمع المدني والشباب، يعني أنا الحقيقة يعني أنا عايزين نتكلم كتير بس للأسف وقت حلقتنا يعني قرب على الانتهاء، فيعني عايزين نعرف من حضرتك. أنا يعني ما أقدرش في مناسبة زي دي ما أتكلمش عن المرأة المصرية
المرأة المصرية طبعا من التاريخ القديم، الملكة ميريت وحتشبسوت ونفرتيتي، المعابد أقيمت باسمها وتولت قيادة البلاد في العديد من المواقع. وفي العصر الحديث نسبيا في ثورة 19 نعم. والشهداء الشهيدات المصريات اللي أطلق عيون محتل الأجنبي الرصاص لمنعهن من المطالبة بالاستقلال نعم. من احتلال الأجنبي. وحاليا بقى المرأة في 2011 و2013 وفي المشاركة في نعم. حفر قناة السويس والاكتتاب فيها وفي كل المواقف الوطنية نعم. المرأة المصرية في مقدمة الصفوف وبتدلي بدلوها نعم. بشكل جيد جدا ورائع جدا. وهي مش محتاجة ان انا ادعوها للمشاركة لان هم في بيوتنا الامهات والزوجات والاولاد والبنات بتوعنا بيدعونا كلهم للمشاركة. طب والشباب سيادة اللواء؟ الشباب طبعا الشباب هم يعني عدة الحاضر وامل المستقبل، والدستور والقانون اداهم يعني وضعه مكانة متميزة. وأي شاب لازم يعرف أنه لو كمل 18 سنة هو مدرك في قاعدة بيانات الناخبين نعم. ولازم وإحنا دلوقتي ملاحظين أن كل حملات المرشحين من الشباب صحيح. المؤتمرات معظمها عدد كبير من الشباب. فأنا متوقع وأنا يعني حضرت كذا لقاء الفترة الأخيرة في بعض الجامعات والكليات والمعاهد، حقيقي يعني شباب يفرح، شباب مفرح جيد نعم. وطني. نتمنى ان دوره في الانتخابات الرئاسية القادمة انتخابا ومشاركة في الدعاية للمرشحين، مشاركة كمندوبين نعم. كوكلاء معاونين لكل سلطات الدولة في استقرار الأمن ومرور هذه المناسبة الوطنية الرائعة مرور كريم وجيد إن شاء الله. أخيرا أنا عايزة أتكلم عن المجتمع المدني، وإحنا عارفين المجتمع طبعاً. المدني هو الذراع الأيمن للدولة، دوره في هذه المرحلة. المجتمع المدني لو تسمحي لي نشكر شكر عميق على المظاهر الرائعة اللي بنشوفها نعم. في مساندة إخواتنا الفلسطينيين في غزة، وطبعا يعني صعب اللي هتكلم عليها في برنامج وقت وضيق. المجتمع المدني والمنظمات المعنية الحقوقية بتشارك في متابعة العملية الانتخابية في كل مراحلها. وأنا أعلم أن الهيئة الوطنية كما أعلن منحت كل المنظمات والهيئات اللي تقدمت بطلب المتابعة التصاريح اللازمة ووقفت لها عليها. وجودها ضروري في التوعية، في المتابعة، في التقييم، في رصد أي سلبية. وإحنا كلنا كل واحد بيقوم بدور في اكتمال صورة الوطن نعم. أمام العالم الخارجي وأمام أنفسنا حتى نعتز بوطنيتنا ونعتز بشخصيتنا ونستشرق أمل مشرق لوطننا العزيز مصر. في نهاية اللقاء بنشكر سيادة اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء للانتخابات، وشكرا جزيلا لحضرتك على هذه المعلومات القيمة جدا جدا جدا. شكرا لك عزيزي المشاهد، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات.